منذ المساء وإلى ساعات صباح الأولى، توافد أتباع التيار الصدري إلى ساحة التحرير في بغداد، توافد كان كفيلاً بإسقاط أكثر من 3 قواطع من الكونكريت، ليكون الزحف باتجاه مبنى مجلس النواب. إذا تسألني من يوم وقت فالناس من البال حضايا، ونقول لجميع السياسيين الفاسدين أن ورقاتكم جميعها احترقت، والوجوه جميعها احترقت، والشعب طفح الكيل به. وقالها مقتدى الصدر سماحة السيد القائد، قالها أن الشعب يستحق أن يكون هو قائد نفسه. لم تخلو تظاهرة من الجانب النسوي، فكان لهن حضور يعبر عن غضبهن ويطالبن بضرورة إنهاء الفساد والمحاصصة التي أنهكت كاهل المواطن على حد قولهن. خرجنا نساء ورجال وشباب وشيبة وأطفال، دعتنا ثورة الإمام الحسين عليه السلام هي ثورة الإصلاح على المفسدين والظالمين، فهذا الحشد والمبارك هي الغاية منه التغيير نحو الإصلاح، وطبعا نبذ المحاصصة المقيتة والعمل على الأغلبية الوطنية. الناس يعني شلون مثل ما نقول وصلت حدها، شباب عاطلة، نساء مترملة. اليوم السياسيين اللي يحتمون خلف الأسوار هذه اليوم ثورة وطن راح تزيحهم. تحول من التظاهرة إلى الاعتصام المفتوح، هذا ما أكدت عليه قيادات في التيار الصدري، والحل يكون فقط في إنهاء الفساد والمحاصصة. للمرة الثانية على التوالي وفي فترة وجيزة، أنصار التيار الصدري يدخلون إلى بناية مجلس النواب، لكن هذه المرة باعتصام مفتوح إلى أجل غير مسمى، من داخل بناية مجلس النواب في بغداد. محمد فراس، قناة التغيير.